3,500,000 وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في البلاد. هذا ما يحتاجه العراق في ظل تفاقم أزمة السكن في بلد معدل النمو فيه يبلغ 3% سنوياً. تتركز المشكلة بشكل كبير في العاصمة بغداد في ظل غياب الأرقام الرسمية أو الإحصاء السكاني الذي يبين بشكل دقيق حجم المشكلة ومدى حاجة المواطنين الفعلية للسكن. ومع ارتفاع أسعار العقارات بشكل مهول في العاصمة بغداد بطريقة مريبة يربطها البعض بعملية غسيل الأموال، الأمر الذي يجعل الطبقة المتوسطة الدخل عاجزة عن إيجاد سكن لائق. ولم تحل المشاريع السكنية الاستثمارية التي أنشئت في بغداد المشكلة بسبب أسعارها العالية وخطة الدفع التي تتقسم على أقساط باهظة. باستثناء مجمع بسماية يوفر نظام دفع مناسب لكنه في الوقت ذاته بعيدا جدا عن مركز العاصمة، ولا تزال هناك بعض المشاكل لم تحل، منها تعترض إكمال الطريق السريع الذي يفترض أن يربطه بمركز المدينة. مبادرة داري الحكومية كفيلة بحل أزمة السكن في البلاد على المدى البعيد، فكل خطوة لتوزيع الأراضي السكنية تساعد في هبوط أسعار العقارات، مع إطلاق القروض العقارية الميسرة تساعد على بناء تلك الأراضي الجديدة الموزعة، كمبادرات صندوق الإسكان والمساعدة في بناء الوحدات السكنية لخلوها من الفوائد ومدة سداد على مدار 20 عاماً وبعمولة 5% تستحصل للخدمات. وفي ظل الزيادة بمعدل النمو السكاني بمعدل 1,000,000 مواطن سنوياً، يحتاج العراق إلى 250,000 وحدة سكنية لكل سنة لحل أزمة السكن. هبة السوداني لبرنامج دينار بغداد.